لما انتهى توماس أندروس كبير مهندسي الملاحة البحرية في أوروبا من صناعة أسطورة السفن البحرية في زمانه، أعظم سفينة وجدت على سطح هذا الكوكب كانت سفينة إيه؟ تايتانيك. لما انتهى من صنع سفينة تايتانيك صحفية وهي السفينة بتتجهز للإبحار، صحفية من صحفيات الجارديان بتسأله، بتقول له إلى أي مدى من معايير السلامة صنعت بها سفينة تايتانيك وما نسبة أن تغرق سفينة تايتانيك؟ قال لها: لقد صنعت سفينة تايتانيك بمعايير سلامة لم تخلق إلى الآن، ولا يستطيع أحد أن يغرق سفينة تايتانيك ولو كان الخالق نفسه. غرقت سفينة تايتانيك بشوية مية اللي ربنا قال فيهم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما هتلر دخل فرنسا في الحرب العالمية الثانية واحتل فرنسا وأراد أن ينكل ويسأر مما حدث في الحرب العالمية الأولى، كان ألان جوبلز وزير الدعاية السوداء يعذب قسيس من القساوسة الكبار في باريس وكان يشرف على تعذيبه، فقال له: ارحمني ارحمني، ألا تخاف الله؟ قال له: يا غبي، هذا العصر لم يعد عصر الله، إنما صار عصر هتلر. مات هتلر منتحر، هو وعشيقته وجوبلز وزوجته وبناته الأربعة منتحرين بكبسولات السيانيد. إن الإنسان لا يطغى الرأي استغنى.